حج حجيج بيطلع والكعبة ورسول الله على زمزم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذا الدعاء الخالص من القلب لبى حجاج بيت الله الحرام دعوة المولى عز وجل لهم لحج بيته الحرام لهذا العام، حيث غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي تضم العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعددا من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله سبحانه وتعالى. وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنظيمها لبعثة الحج لهذا العام على مراعاة الكثير من الاعتبارات، وكذا تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة تقديرا لجهودهم في اقتلاع جذور الإرهاب، وعرفانا بما يقدمونه من بطولات وتضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن. قامت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالتنسيق مع السلطات السعودية، وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك، وكذا الإجابة على استفسارات أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك. فيما عمت جنبات مطار القاهرة الدولي مشاعر الفرحة، وقدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان لقواتهم المسلحة التي تكفلهم بكل رعاية واهتمام، مشيدين بالتيسيرات المقدمة لهم في كافة الإجراءات. تنظيم الشؤون المعنوية لهذا العام 1440 هجرية في أرقى المستوى من جهود وأعمال وتوقيتات وتنظيم رائع، وأتمنى من الله العلي القدير إن يتم علينا هذه النعمة في مكة والمدينة ويتقبل منا ومنكم. القوات المسلحة قدمت لنا تسهيلات كثيرة جدا وكبيرة، ما حسناش بأي معاناة في أي حاجة، ولا تذاكر ولا حجوزات ولا كلام ده، هي قامت بكل حاجة الحمد لله. ما فيش حاجة منسية، يعني من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا، فالواحد الحمد لله رب العالمين طالع هو مطمن تماما إن كل حاجة هتبقى كما ينبغي بإذن الله إن شاء الله. دي من الحاجات الجميلة اللي وفرتها القوات المسلحة لأبناء سواء ضباط صف ضباط، فدي يعني خدمة عالية جدا 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 جدا، يعني ما اعتقدش ان اي شركه سياحيه تقدر تقدم اللي قدمته القوات المسلحه. ربنا يعزها طبعا مصر ويحفظها ويحافظ على اهلها ويصبر اهل الشهداء وبيهم احنا عايشين الحمد لله. نسال الله عز وجل ان يرحم شهداءنا من رجال الجيش المصري ومن رجال الشرطه الباسله، وان ينزل على قلوب اهليهم صبرا وسلوانا، وان يمتعهم بشبابهم في الجنه يا رب العالمين، وان يكرم الله عز وجل اهليهم وان يربي لهم اولادهم، وان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ومصر الغاليه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. هذا وتتقدم القوات المسلحه لحجاج بيت الله الحرام بخالص الدعوات ان يتقبل الله منهم صالح الاعمال.